قصر الكلام الكلام مسك الختام الختام عكتا مستو بسارية عكتا مستو بسارية كتا مستو بسارية اوخي اوخي على بلوزة فعلا بلوزة على بلوزة بلا بلوزة هلا بلوزة بلا بلوزة سلامة هلا هلا الشمي ولي برشامة بلا بلا ياخد على قفاه ياما كلم بلا تصبح طيات وندامة وعلى البلا وطندلة وطندلة ليلة 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 ليلة. كوميدياني الأهم يمكن في تاريخ السينما المصرية والناس يعني كتير جداً بتحب طريقته وكلامه واسلوبه في الافلام النجم العظيم سموره سمير غانم. النهارده عيد ميلاده سمير غانم اللي بيعتبر يعني مش بس احد رموز الفن، هو يعني عمل حاجه مهمه جدا في تاريخ السينما اللي هي ثلاثي اضواء المسرح اللي عملها مع جورج سيدهم والضيف احمد، واللي يمكن توقفت سنه 70 بوفاه الضيف احمد لكنه كمل مع جورج سيدهم عدد كبير من الاعمال الفنيه، ويحسب لي ايضا ان هو يعني الاطول عمرا في تاريخ الفوازير المصريه. سمير غانم قاعد يعمل فوازير 30 سنه متواصله، يمكن شخصيه سموره وفطوطه كانت من اشهرهم. عدد سنين كبير يا مصطفى، ومش بس السينما اللي انت ذكرتها والفوازير، لكن بالطبع سمير غانم كان ليه باع كبير في المسرح، عمل عدد كبير من المسرحيات الناجحه بالاضافه طبعا لسكتشاته مع ثلاثي اضواء المسرح في البدايات، اعمال كلها متميزه وكمان مسلسلات قدرت انها ترسم البسمه على وجوه كل الجمهور مش في مصر فقط لكن في مختلف انحاء الوطن العربي. خلونا نشوف التقرير ده في ذكرى ميلاد سمير غانم او سموره. بزورة زورة 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 حدوتة توتة 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 مخطوطة توتة 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 قهوة مدبوتة الفتوتة تشتر وتبها عالنوتة جاهز يلا بني فتوتة دلوقتي. اليوم هو ذكرى ميلاد النجم الراحل الكوميديان سمير غانم الذي يعد واحداً من أهم رموز الفن في التاريخ الفني المصري والعربي بشكل عام، وحيث نجح في رسم البسمة على وجوه كل جمهوره في مختلف الوطن العربي. الفنان سمير غانم لديه رصيد كبير من الأعمال الفنية، حيث قدم ما يقرب من 160 فيلماً و50 مسرحية و80 عملاً درامياً للتلفزيون والإذاعة، هذا بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات. هي فطوطة وأنا فضيلك؟ عرفت أنت مين؟ أنا راعي تن يا واد يا جن ون من الحدوتة ون. وقد ضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد الصادرة بعام 1996 فيلمين شارك بهما الفنان سمير غانم، هما خلي بالك من زوزو والمذنبون. تخرج الفنان سمير غانم في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بالفنان جورج سيدهم والضيف أحمد، وأسسوا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملايكة روميو وجولييت، ثم قدم الثلاثة بعدها عدداً من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وتم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970. من تحت عنيا ما لقيتش إرادة حنية، ولقيتني بعيط بهدوء واخد على خاطري وممزوق، شافني معلم كم متألم لما لقاني بقول يا ويك ويك، قال لي لا حول الله يا ضنايا واسكن عندي وانا. تزوج سمير غانم من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز بعد لقائهما في مسرحية أهلا يا دكتور. توفي الفنان سمير غانم في 20 مايو عن عمر ناهز 84 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، دون أن تعرف زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، والتي فارقت الدنيا إثر نقلها هي الأخرى إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا أيضاً.